كان هناك ملك أتاه الله الحكمة والعلم وأفاض عليه بالعدل والإصلاح، إنه ذو القرنين. وذات مرة كان معه جنده، اتجه ناحية بلاد المغرب، وعند مغرب الشمس توقف بجيشه، وفجأة وجد ذو القرنين أقواما قد أحاطوا به. انتظر ذو القرنين قليلا ليتأمل أحوالهم، فاتضح له أن هؤلاء القوم منهم المؤمنون ومنهم الكافرون. رأى ذو القرنين استجابة من الغالبية فيهم، فأعلن لهم دستوره الذي أصبح لهم نورا وعدلا، فعملوا بما فيه فأصلح الله لهم أحوالهم. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. بعدها عزم ذو القرنين النية على مواصلة السير أخذا بالأسباب، ثم أتبع سببا واتجه بجيشه ناحية المشرق أقصى القارة الإفريقية، فوجد أناسا تطلع عليهم الشمس مباشرة بدون ساتر، أي بدون أبنية ولا أشجار تقيهم من حر الشمس، فدعاهم للإيمان وأفهمهم قانونه، فسعدوا بدعوته وعاشوا في سعادة. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا. وبعد انتهاء مهمة ذي القرنين في بلاد المغرب والمشرق، رأى أن يعود بجيشه إلى مقر حكمه في بلاد اليمن. وأثناء سيره وصلت إليه أخبار عن بلاد مظلومة، وهي بلاد بين السدين، وعرف أنها تتعرض للغزو من قوم غرباء. قرر ذو القرنين أن يتوجه بجيشه لإنقاذ هؤلاء الناس، فوصل إليهم ووجد أن شعوب يأجوج ومأجوج الفاسدين المضلين يتسللون في كل يوم من ممر تحت الجبل، ثم يهجم عليهم ويحدث فيها الدمار. وعندما رأى قوم بين السدين ذي القرنين طلبوا منه أن يقيم بينهم وبين القوم المفسدين سدا يحميهم من غاراتهم، وطلب منهم أن يجمعوا قطع الحديد المتناثرة في الصحراء، ثم وضع هذا الحديد في الممر أو السرداب الذي يعبر منه قوم يأجوج ومأجوج، ثم أشعل النار وأخذوا ينفخون حتى انصهر الحديد، ثم صب عليه كميات من النحاس فتساوى والجبلين الذي كان بينهما الممر، ووقف الجميع يشكرون ربهم.
ثم واصل رحلة العودة إلى بلاده وكله سعادة وفرح، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا.